أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ذكرى ثورة 23 من يوليو المجيدة تأتي لتذكير بكفاح أجيال من الشعب تطلعت إلى التخلص من الاستعمار والسيطرة الأجنبية. جاء ذلك في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين للثورة الثالث والعشرين من يوليو. شعب مصر العظيم أتوجه لكم بخالص التهنئة في الذكرى الحاديه والسبعين لثوره الثالث والعشرين من يوليو المجيده التي تاتي لتذكرنا بكفاح اجيال من شعبنا نظرت ذات يوم الى المستقبل فارته حرا كريما لمصر وابنائها تطلعت الى التخلص من الاستعمار والسيطره الاجنبيه وقدمت من اجل ذلك تضحيات هائله حتى توجد ثوره يوليو الخالده تلك المسيره الممتده التي تبلورت خلالها الوطنيه المصريه واشتد عودها لتقف على قدمين ثابتتين مطالبه الاستعمار بان يحمل عصاه على كاهله ويرحم كما ردد الزعيم جمال عبد الناصر قائد الثوره الذي نتوجه اليه اليوم بتحيه اجلال وتقدير ونتقدم ايضا بتحيه اعتزاز للرئيس محمد نجيب الذي تصدر المسؤوليه في لحظه دقيقه من عمر الوطن وللرئيس البطل محمد انور السادات الذي ادى الامانه في الحرب والسلام ودفع حياته ثمنا غاليا لكرامه مصر ومستقبلها